والبداية مع المتحدث العسكري للقوات المسلحة ونشر على صفحته أمس بيان حول توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ووزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا لتعزيز التعاون المشترك في الاستزراع السمكي. ده طبعا بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التعاون مع الأشقاء في الدول الأفريقية في جميع المجالات. والحقيقة أنه هذا الملف ملف الثروة السمكية هي بيشهد طفرة في مصر، يعني مصر عندها موارد ومصادر حقيقة كتير جدا للثروة السمكية، البحرين الأبيض والأحمر، ده طبعا بجانب نهر النيل والبحيرات الطبيعية غير المزارع كمان السمكية. مصر دلوقتي هي الأولى أفريقيا والسادسة عالميا في مجال الثروة السمكية، وحققنا بالفعل حوالي 90% من الاكتفاء الذاتي، وده طبعا يعني يمكن بيأتي نتيجة جهود كبيرة جدا عملتها الدولة المصرية تجاه هذا الملف، وملف هام جدا لأنه الحقيقة أنه الثروة السمكية هي من أهم مصادر الدخل القومي، أيضا هي مصدر من مصادر البروتينات الأمنة. صحيح يا جمانة، وخلينا كمان نتكلم عن جهود القوات المسلحة. القوات المسلحة وزعت امبارح 3000 بطانية و 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، وكمان تم زراعة 50000 شتلة زيتون بقرى ومدن محافظة شمال سيناء، وده في إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم. كمان امبارح سفرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، واللي بتضم عدد من القادة وضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم. حرصت إدارة الشؤون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمر بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية، أيضا الرعاية الصحية، ده عشان أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ماما يا ماما تلاتي يا ماما لنبينا بيبعتوا سلامات، واحدة تصلي وواحدة تصوم وواحدة تحج سبع مرات. غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين. حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ربي كريم هو الفتاح. وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه. وأول ما الموضوع فتح على طول كانت قوات المسلحة سباقة في هذا الموضوع، وكنا احنا من أول الأفواج اللي طلعت، وبنشكر إدارة الشؤون المعنوية وبنشكر القوات المسلحة، يعني بصراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرائع. أمنية كلنا بنتمناها إن احنا نزور الروضة الشريفة ونروح نعمل عمرة ونأدي المناسك. هي مشاعر فياضة، مشاعر جميلة. الحقيقة احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعث كل الترتيبات الحقيقة ترتيبات محسوبة كويس جدا. الحقيقة الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدوا واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يكرمه ويكفي شر اللي يأذيه وينجيه في كل طريقه. واحدة تحج سبع مرات.
المصرية ومن الجيش المصري ومن بعثة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لكل السلطات السعودية. الجيش المصري وأهلنا وأخواننا المصري مصر كلهم. الله يخليك. نورتونا يا أهلا وسهلا فيك. طبعا احنا متعودين على الاشاعات وهي دايما كثيره، لكن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء دايما موجود عشان ينفي هذه الاخبار. وامبارح هو نفى الاخبار اللي ترددت على السوشيال ميديا بخصوص وجود ازمه في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس. المركز تواصل مع وزاره الصحه واللي قالت انه الكلام ده غير صحيح بالمره، وانه تم توفير كل انواع اللقاحات لمختلف الفئات العمريه مش بس الطلاب. وعندنا كمان فائض وصل لاكثر من 75 مليون جرعه. طبعا نتمنى الجميع يبادر بالتسجيل، الناس اللي خدت كمان اول جرعه تروح تاخد تاني جرعه، اللي خدوا الجرعتين ياخدوا الجرعه التنشيطيه عشان نقدر نتخلص من هذه الجائحه ان شاء الله قريبا. طيب في ضوء واطار تطوير وتنميه قطاع الثروه السمكيه، ايضا وزير التضامن الاجتماعي نبيل القباج اطلقت امبارح المرحله الرابعه والاخيره من المبادره الرئاسيه بر امان لرعايه صغار الصيادين في اسوان، وقالت ان المبادره سلمت 32,000 صياد ملزمات الصيد من بدل واقية وشباك صيد وصناديق مبردة. كمان الوزيرة وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان حول التمكين الاقتصادي ودعم الحرف التراثية. نروح دلوقتي لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عملت امبارح اجتماع عبر تطبيق زوم مع ممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع تواصلت مع المصريين خلال عبورهم بسلام من الحدود الأوكرانية إلى الرومانية، وقالت إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا تجاه أبنائها في أوكرانيا. ننتقل لوزارة الداخلية، واللي نشرت امبارح فيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية والقضايا اللي تم ضبطها خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6413 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1213 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6106 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4764 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52,071 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9461 قضية تموينية متنوعة، من بينها 153 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1558 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679,175 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9273 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 239.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 307,555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 68,016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,815 من قائدي المركبات،
تبين إيجابية عدد 201 سائقا منهم، كما تم المرور على 183 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 659 من سائقي حافلة المدارس. تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 266 مركبة تبين صلاحيتها جميعا من الناحية الفنية، كما تم رفع 581 سيارة و88 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18866 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 398 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,036 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 68,365,926 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 238 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 8077 وحدة فنية متنوعة. كما تم ضبط 116 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 13,235 كتب أدبية وروائية وكتب دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 29 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 76,092,034 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,934 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,982,694,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,098,503 جنيها.